اختي لسه في الشيبس يا اختي، بدنا نروح نشتري. يلا بس الاول لازم نحكي لماما عشان تعطينا فلوس. حاضر ماشي. ماما بدنا نروح نشتري لنا شيبس نفسنا فيه. حاضر يا ماما، بزر بالك على امل تروح على السيارات ولا انت، لان انت فاهمه كبيره. ماشي ماشي اتفضلي. يلا روح. باي يا ماما. يا بالشيبس ولذيذ. والله زاك الشيبس يا امل، كيف الشيبس معاك؟ والله زاكي كثير كثير زاكي. تعالي ناكل ماما. ماما خذي تفضلي يا ماما. هي شيبسي لذيذ. يما انت البنات على السولات هي طعم ماما. يا ماما ليش؟ عشان انت ماما حبيبتنا. هذوق تبع لنا زاكي. زاكي انا شريت كثير حلو. شو بسكم يا ماما جايات تعلمتهم فلوس عادي؟ لا يا ماما احنا عايزين نلعب برا. ماشي يا ماما، بس انت امل احرص على حالك انك تضلكي لابسة الصندلات، انه انت كل يوم تمشي حافية. ماشي حاضر يا عشان ما يصير فيك اشي. حاضر يلا سلام دربك على حالك. لا انت يا الله ما احلى اللعب. بس يا امل انت ليه جاية حافية؟ صح ماما قالت لك لازم تضلكي لابسة الصندل. انت ما تتدخليش في حياتي. شو دخلك؟ طيب اول ما اديتن بس فلوس راح اشتري شيبس وطعمه. اما مطيبا الله يخليك يا ساتر. مين على الباب؟ مين على الباب؟ امل شو مالك يا امل؟ شو مالك يا امل؟ ماما يا ماما يا دمك يا ماما. وليه جرحت؟ ليش؟ عشان ما كانتش لابسه الصندل يا ماما جرحت. مش انا قلت لك يا ماما يا ماما. الله عليك يعني انت ما شفتيش انا ما لبستش الصندل. انا قلت لها يا ماما، هي قالت خلاص خلاص مش دخل. خلاص خلاص بعدين نتكلم. خليني ودي اعطيك توت. يا ماما يا دكتور يا دكتور. مين؟ العقل العقلي. بنتي عامل غطت في الازازه مش عارف ايش مالها يا رجلها. يا بنتي يا ماما يا ماما ايش مالها رجلها؟ طب يلا يلا خلينا همال نجيب الفقرات الأولية ونغير اللي عليها ونفطر. يلا يا ماما تقلها. هل ماما طعت؟ طبعا هذا كوب مغطى عشان ما تفلها رجل. معلش يا ماما خلاص. وغيرناها عليها وان شاء الله هذه الابره هتخفف عنها. بس انت حافظ على بناتك انه ما يطلعوا برا عشان ما ينجرحوش، يدخل فيهم مسمار يدخل فيهم قزازه. وطبعا هتاخذ العلاج اللي كتبت لك اياه عشان بعد ثاني يوم بتغيري لها، كل يومين بتغيري لها مره لمده اسبوع عشان ما تلتهب. شكرا لك يا دكتور. يلا مع السلامه.